تفتح البورصات العالمية في لندن ونيويورك حتى رياض سلامة أمينا على الليرة. دعمه السياسيون في الرخاء وصفقوا له وكرموه عندما تم التشكيك فيه. أولا بدي أعتذر منكم لأن بعدني متفائل بلبنان في صناعة اليأس. أكبر مهاجمي سلامي جددوا له من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء في أقل من دقيقة تخللها ابتسامة ولولاية جديدة لا تجديد. تعيين الأستاذ رياض سلامي حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة طرحت من خارج جدول الأعمال بآخر الجلسة وتم التوافق عليها. مع مطلع الأزمة تمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جانب كل الناس. لبنان هل بحثتوا بإقالة حاكم مصرف لبنان يلي طلع امبارح كلام كثير عنه؟ نحن بحاجة الآن لكل الناس مش بحاجة للاستغناء عن الناس. وفي خضم الأزمة نفسها نصبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضابطا لن يتخلى عنه في المعركة. عندنا أمور أساسية لازم تنعمل وحاكم مصرف لبنان عم بيتبعها، نحن بدنا نخلص الواجب اللي عندنا بهالمرحلة بعدين لكل حارس حديث. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فصنفه من أنجح الحكام. بده يتعين حاكم لمصرف لبنان مع أنه ماني شايف أنا في شيء بيستدعي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان انطلاقا من تصرف حاكم مصرف لبنان الحالي اللي هو من أنجح حكام مصارف في العالم. غطاء سياسي تام لحاضن البيئة المالية لزعماء الدولة ترافق وغطاء من المرجعية الدينية صنف سلامي خطا أحمر. أما الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب فغير مقبول على الإطلاق. ألقي اليوم القبض على سلامه ويبقى السؤال عما إذا كانت ستتساقط بعده أحجار الدومينو أو أنه تحول كبش فداء أم أنه سيلوح بالعصا ويعود حرا طليقا بسجل أبيض.